دي كيلو بامية، وده كيلو كباب، ودي كليوباترا، ودي الملكة كليوبارتا، عين أعيان بلد كفر الأفارقة اللي في مصر القديمة. دي بقى جيدا سميث زوجة ويلي سميث الوفية، بتصحى كل يوم الصبح تاكل وتشرب وتستحمى، ما أظنش الأخيرة دي الصراحة، وتجري، وبعدها تمارس هوايتها المفضلة المرمطة. فعادي إنها تخون جوزها وتدخل في علاقة مع راجل غيره، وعادي إن جوزها يتحمق لها ويضرب اللي يتريق عليها، فتقوم جاية على جوزها ومتبرية منه وواقفة ضده ومبهدلاه، وتقوم خاينة برضه وداخلة في علاقة مع راجل غيره. وعادي إنها تبقى الحكاية بتاعت فيلم كليوباترا الجديد بتاع نتفليكس، واللي مطلع ان الملكه كليوباترا المصريه اللي من اصل مقدوني كانت بتحب تنام في الفرن كل يوم، فبقت سمراء اللون زي كده، عشان بعد كده تقول ان الحضاره المصريه السود هم اللي صنعوها، هم فعلا اللي صنعوها هم السود عيونهم. دي بقى بروفيسور هايلي، والشهيره بهايلي اشفه، واشفه ده اسم ووصف. بتقول اشفه في اول الفيلم الوثائقي بتاع كليوباترا بتاع نتفليكس بتاع كل حاجه شمال خلقها ربنا، ان جدتها كانت بتقول لها انا ما يهمنيش ايه اللي بيدرسولك في المدرسه، لكنها متاكده ان كليوباترا كانت سودة. وطبعا دي بدايه فيلم توحي بالكذب والتدليس، مش لانهم مطلعين كليوباترا سودا، ولكن لان ده مش منظر واحده متعلمه اساسا. بيبدا بقى ضيوف الفيلم الوثائقي ده يحكوا قصه تاريخ الملكه كليوباترا بوكس، بدايه من سنه 51 قبل الميلاد، لما كانت الاميره كليوباترا قاعده في مكتبه الاسكندريه بتفكر ازاي هتقدر تبقى ملكه في المستقبل وتواجه العالم بريحه عرقها ده، ولكن الوصيفه بتدخل عليها وبتقول لها ابوكي بطليموس ال 12 بيموت وعايز يشوفك. فبتدخل عليه كليوباترا وبتقوله بابا مالك وشك عامل كده ليه؟ فقام قال لها مش قلت لك قبل كده 100 مره تستحمي؟ انا هموت من الريحه مش من المرض. بيموت حاجة الله يرحمه. وبتحكم كليوباترا مصر هي واخوها الصغير بطليموس ال 13 بعد ما بيتجوزوا هما الاثنين، زي ما مستر رأفت بتاع الدراسات قال لنا زمان، نسي بس يقول لنا ان كليوباترا كانت سودة. انا صعبان عليا الواد الصغير ده قوي. بتبتدي مراسم التتويج، وبتطلع كليوباترا للشعب المصري اللي اول ما بيشوفها بيندهش وبيقول يا بوي كل دي مش هينفع اكمل الافيه للاسف عشان هيقولوا عليها متنمر وكده. وبعد كده بيشوف الشعب الوصيفه بتاعتها فبيندهش وبيقول يا بوي كل دي. بتقول واحدة من الدكاترة المقشفين اللي نتفليكس ما تعرفش جايباهم من انهي داهية، ان شعب مصر وقتها كان متقسم لتلات انواع، المصريين الاصليين اللي هم دول، والاغريق، واليهودي اللي كانوا بيشكلوا نسبة كبيرة من الشعب. فبقى الشعب كده متقسم اسود ويهودي واجنبي، انما المصري القمح ده مش موجود، بدعة، القمح في الغيط يا زميلي مش في وشوش المصريين. وبتقول اشفة ان المواطن المصري زمان كانت الوانه اسود عادي وبني غامق وبني فاتح وبيرش نظافة كل فترة، وان كليوباترا كانت بتحب انها تكون مصرية، فمفيش داعي على الاصرار ان احنا نطلع بيضة. بصوا يا جماعة انا مش قصدي اكون متنمر الصراحة، بس انا خدت صورة اشفة حطيتها على جوجل لينس عشان اعرف اصلها وفصلها، راح جاب لي صورة انثى سيد قشطة، فانا مش فاهم مين دي اساسا. وبتكمل سيد قصدي اشفة وبتقول ان التمثال بتاع كليوباترا اي حد بيبصله من زاوية مختلفة شكله بيكون مختلف. لا حضرتك دي الموناليزا، دي جدتك صح. بتهرب بقى كليوباترا من مصر بعد ما اخوها وجوزها اللي هما الاثنين في واحد قلب عليها وبتروح لسوريا. فاول ما بتوصل بيتلم حواليها السوريين وبيرحبوا بيها وبيبص لها باندهاش كده وبيقولوا يا بوي كل دي. بترجع كليوباترا مصر بعد ما بيدخلها يوليوس قيصر وبتروح تقابله خلسة. فأول ما قيصر بيشوفها بيتخض كده وبيقول لها يا بوي كل دي، فبتقوله لا انا كليوباترا يا سيدي، وبتقدر تقنعه انه هيرجعها لعرش مصر تاني ويرد لها كرامتها، وبيقرر يعيد تنصيبها على عرش مصر بعد ما عرف انها توفر معاه في التان كليوباترا القمح. بيبتدي قيصر يعجب بكليوباترا فبيقرب منها برومانسيه ويقول لها بتحبيني يا كليوباترا؟ فبتقوله او يا سيدي. فبيسالها امال بتكرعي في وشي ليه؟ فبتقوله لا يا حبيبي والله دي ريحه نفسي ما فيهاش حاجه، انت قلبك اسود كده ليه؟ فقال لها قلبي اسود يا نهار ازرق، حتى قلبي عايزين يسرقوه الافروسنتريك. بتقوم بقى حرب اهليه في مصر بين بطليموس كليوباترا وجوزها في نفس الوقت، وبين يوليوس قيصر بسبب حبهم هما الاثنين كليوباترا، وبسبب ان يوليوس قيصر كل ما يسالها يا فين تقول له قاعده مع اخويا والله، وفي الاخر بيكتشف انها بتكذب عليه وقاعده مع جوزها. وبتكسب كليوباترا هي وقيصر الحرب وبيموت اخوها غرقان، فبكده غرق مرتين، مره في النيل ومره في عرقها قصدي حبها. بتعرف كليوباترا انها حامل من يوليوس قيصر وانها تجيب ولد يوحد الالوان. وبعد ما يوليوس سافر راحت لاخوها الصغير وقالت له بقول لك ايه ما تيجي ادلعك، وقامت متجوزاه هو كمان. فبكده الواد ده لو خلف منها هيبقى ابن اللي في بطنها وعمه وخاله وجوزهم في نفس الوقت. وبتبدا الحلقه الثانيه من هذه الملحمه من 2 جنيه مع تعبان ماشي في الصحراء عادي في امان الله، لكن مره واحده بيشوف قدامه الملكه كليوباترا فبيتخض كده وبيندهش وبيقول يا بوي كل دي. بتكمل مسعوره جيدا سميث حكي وبتقول ان كليوباترا افريكان كوين، وده كلام حقيقي فعلا حتى اساله جده اشفه. وبتولد كليوباترا وهي عندها 22 سنه ابنها قيصرون، واللي بيبقى ابن يوليوس قيصر الغير شرعي، والمفروض ان الطفل ده هيوحد روما ومصر وقبائل الكونغو تقريبا. ما تخافش يا حبيبي انا امك والله، بس كنت لسه بروق المعبد. وبالنسبه للناس المستغربين هم جايبين الممثله دي ليه تعمل دور كليوباترا، لو اتفرج هيعرف ان البادجت بتاعت الفيلم كلها على بعضها متكلفه 30 دولار، عشان عارفين محدش هيتفرج على قرف
الشرف ده ومش هينجح، فدول ارخص ممثلين لقوهم في السوق. بتكمل أشفة وبتقول ان قيصر عمل تمثال من الذهب شبه كليوباترا. ايه ده، وانتوا اما تحطوا له خلفيه سودا هيبقى شبهها يعني؟ بيتقتل يوليوس قيصر من رجالته وبتغادر كليوبارتا روما الحمد لله، وبتفضل في مصر عده سنوات لحد ما بتسافر مدينه تارسوس في تركيا عشان تقابل مارك انتوني اللي كان دراع قيصر الشمال، عشان اليمين كان بيحضن بيها كليوباترا كتير فقطعوها له. فالمفروض بقى ان التاريخ بيحكي ان كليوباترا راحت في سفينه مكسيه بذهب وحواليها خدم وحشم، لدرجه ان المشهد ده اترسم كتير واتصور في افلام وفي الادب كانه يوم اسطوري. نتفليكس بقى جايبه بس شعار السفينه ومش جايبه حاجه من الاحتفاليه دي، ومش عارف هل عشان البادجت بتاعت المسلسل ب2 جنيه ولا عشان محدش هيقتنع اساسا بالمشهد لما يشوف الممثله دي فيه. واول ما الشعب بيشوفها هي والدخله بتاعتها بينبهروا كلهم وبيندهشوا وبيقولوا كلهم بصوت واحد يا بوي كل دي. جيدا سميث بتقول بصوتها ان كليوباترا تزينت كأنها الالهة فينوس. ادي يا جماعة اكبر اثبات ان اخر العنقود اصله مصري. بتقرب كليوباترا من انتوني وبتدخل معه في علاقة، ولما بترجع مصر بتعرف انها حامل، وبتعرف بعدها ان انتوني اتجوز اوكتافيا اخت اوكتافيوس، وما اتضايقتش عشان عارفة ان ده نوع من انواع التحالف عشان يكسب ود اوكتافيوس، وعشان عارفة ان هو ده تمامها. الممثلة طبعا مش كليوباترا. مالك مخضوض ليه، دي كليوباترا بس وهي بتولد عادي. بيرجع مارك بعد 3 سنين فكس فيهم لكليوباترا وبيتجوزها وبيطلق اوكتافيا. ندعوك لحضور حفل زفاف مدام كليوباترا على الاستاذ ام، وبيقرر اوكتافيوس يشن حرب على مارك انتوني بعد ما طلق اخته وراح لكليوباترا بسبب انه مدمن للبوكس، وبيقرر يحاربهم في معركه اكتيوم البحريه وبيقدر يكسبهم هما الاثنين. وبتهرب كليوباترا على مصر عشان تحمي اسطولها، فبيبعت لها اوكتافيوس رساله بيقولها فيها عشان نسيبك تعيش انت واولادك اقتلي انتوني واقتلي جيدا سميث واقتلي السواد اللي جواكي واستحمي. بيوصل اوكتافيوس لاسكندريه وبيدمر الاسطول بتاع مصر وبيكسب الحرب، وبيجري انتوني على حبيبته وبينادي عليها في الحرب فبتقرب منه، فبيقوم مصوت وقايل يا دين النبي ايه ده، انا عايز كليوباترا بتاعت الافلام، وبيقوم منتحر عشان حظه الاسود ده. وبياخد رجاله اوكتافيوس كليوباترا ويوصلوها للملك بتاعهم عشان يتكلم معاها، وده هبد تاريخي ما حصلش لان اوكتافيوس ما قابلهاش في الحقيقه. واول ما اوكتافيوس بيشوفها في الفيلم بينبهر بيها وبيندهش وبيقول يا بوي كل دي. بتتوتر كليوباترا وبتفكر هتعمل ايه بعد ما حبيبها انتقل الى الرفيق الاعلى، وبتدور على طريقه مناسبه تموت بيها عشان لو حرقت نفسها محدش هيعرف انها ماتت. وبتنتحر وبتنهي حياتها بعد ما بتعرف ان الممثله دي هتقوم بدورها في المسلسل. وبكده بينتهي عصر المصريين القدماء واصبحت مصر مقاطعه رومانيه، والحقيقه اننا نستاهل عشان سيبنا نفسنا لنتفليكس واللي زيها يشوه تاريخنا. وفي اخر الفيديو بتختم اشفه وبتقول انها كان بيجي لها حلم ان كليوباترا بتجي لها في المنام تقول لها احكي قصتي، عرفيهم اني ملكه افريقيا وهم محو تاريخ. فبيسألوها بجد شفتي كليوباترا نفسها، فقالت لهم اه طبعا وشكلها طلع زي ما حكيت لجدتي. فقالوا لها بجد، طب واحساسك ايه اول ما شفتيها؟ قالت لهم انا صراحة يعني اول ما شفتها انبهرت واندهشت وقلت يا بوي كل دي. الفيديو ده كتبه وسجله محمد طاهر اللي هو انا يعني، ومنتج يوسف حامد. وما تنسوش تعملوا فولو عشان تتابعوا الفيديوهات القديمة والجديدة. سلام.